السلام عليكم الجمهور. المهم الخو جبت لكم تصريحات ديال اللاعب ديالنا والعالمي يقول يا دور في الدوري الاسباني اللاعب يوسف نصيري بحيث تحدث مع صحيفه البطوله المغربيه على عديد من النقاط وجاوبوه على عديد من الاسئله المهمه ديال بصح. كلام جميل من اللاعب ديالنا يوسف نصيري. تبعوا لا فيديو حتى الاخر بحيث انه جاوب على اكثر الاسئله حسما واكثر الاسئله اللي كسول على الجمهور المغربي جاوب عليها في هذا الانترفيو. المهم تبعوا لا فيديو حتى الاخر. إحساس رائع للغاية وهذا يدعى أن المرء ملزم بالإجتهاد والكفاح من أجل بلوغ أحلامه. الحلم لا زال مستمرا كما أسلفت القول. السر هو المثابرة وبذل الكل في الكل خلال الحصة التدريبية المباريات والتركيز على تطوير نفس وتنمية موهبة ومهارات تقنية. بكل صدق لا أضع ذلك ضمن أولوياتي. الأهم هو تقديم مستوى جيد وتنفيذ تعليمات المدرب حتى أشكل عنصر إفادة للفريق. المهاجمون يقضون فترات صعود وهبوط وأنا من اللاعبين الذين يودون إظهار ثبات المستوى في السنوات القادمة والاستمرار في إحراز الأهداف. كأس العالم 2018 حدثا سأظل أفتخر به على الدوام. لقد شكل طفرة في حياتي الكروية لأنني استطعت تسجيل هدف في سن مبكرة رغم الضائقة الأقاليل التي خضتها في المباراة السابقة بحيث هذا الهدف اللي سجله ضد الداخلية الهدف الرأسي العالمي اللي تقع في تاريخ يوسف نصيري. بحيث قال هذا يأتي ثمار العمل ومجهودات جبارة. الحمد لله أجد أداء اللاعب المغاربي في إشبيلية طيب للغاية. نحن الثلاثة الموجودين حاليا وكذلك أسامة الإدريسي الذي كان معنا ظل يشاهد ويشابر ويساعد إلينا بعد فترة الإعارة. بونو الحدادي هو مثال الإيمان بالنفس والشهاد اليومي بهدف تحقيق كل ما يصبو إليه اللاعب في مشواره الكروي. أهدافي مع منتخب وطني تشكل جزءا كبيرا من طموحاتي وتمثل في التواجد ضمن كأس العالم بقطر سنة 2022 بينما ضمننا حضورنا في كأس أمم أفريقيا ولما لا الذهاب إلى هناك وتتويج باللقب الذي غاب عنا لسنوات طويلة. وكلمة أخيرة الخوت اللي قالها البطولة هي رسالتي الأخيرة للجماهير المغربية وأنصار نادي إشبيلية هي أنني أواصل كل يوم العمل والشهاد حتى أكون عند حسن ظنهم وفي أوج العطاء وتقديم مساعدة للمنتخب الوطني بهدف الوصول إلى مونديال قطر وإحراز كأس أمم أفريقيا بالكاميرون. أمل أن تتاح لي الفرصة وأستمر في الدفاع عن ألوان سيفيا لأن هذا مكون شهد النادي تستحق ألقابا أخرى. يعني الخوت كما شو هذا الانترفيو كان جميل مع اللاعب نصيري اللاعب المتواضع والخلوق والمثابر والمجتهد وقال العديد من النقاط كما دعا اللاعبين المهمين في نادي إشبيلية لاعبي المغاربة وقال باللي كيزيد طمح باش يوصلوا لكأس العالم 2022 مع قطر وكيحلم باش يتوج مع المنتخب المغربي بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون السنة القادمة. هادشي اللي كاين الخوت وهادو هما التصريحات اللي قالها يوسف نصيري البطولة. نتمنى عجبكم برانا الخوش باش تشجعونا وتحفزونا ما عليكم الا تشتركوا في القناة وتقولوا شي كلمة جميلة وما تنساوش الجيم كما العادة. كان معكم مروان تهلاو لي فراسكم.